الأشخاص اللي مش نسمي نفسي ذوي إعاقة، حنعطي نفسي مصطلح أو مسمى آخر، ذوي الإرادة، متحصلة على بكالوريوس تقنية طبية وماجستير طب حيوي، خريج الأكاديمية الليبية جنزور. نحب نحكي عن تجربتي، مش حقول معاناة، لأن المعاناة هو بالنسبة لي الإنسان اللي عنده فشل، عنده عدم قدرة مواجهة الواقع. الإعاقة اللي نعيش بها طبعا هي منذ الطفولة إعاقة حركية، انشأت في أسرة جدا محبة متعلمة، هي كانت الدافع والحافز الكبير لي، كانت الماما مدرسة، الأقارب، الأسرة، كان في جو أسري، ما حسيتش إني متواجدة في مكان أو بيئة مش متقبلتني. وقتها كنت طفلة، كنت عنيدة شوية إلى حد ما، كنت مش متقبلة فكرة الكرسي المتحرك، كنت رافضتها تماما، نجلس على كرسي عادي، أمارس حياتي طبيعية. خلصت مرحلة التعليم الأساسي، وبعدين توجهت لمرحلة التعليم الثانوي. مرحلة التعليم الثانوي كانت في مدرسة القادسية، 4 سنوات، تخصصت علوم طبية، استفدت جدا من مجال تخصصي هذا. الصعوبات والعراقيل اللي واجهتني بعد ما خلصت الثانوية وتوجهت للجامعة، كان عندي صعوبة في التأقلم والانخراط مع المجتمع. توجهت إلى كلية التقنية الطبية بسرمان، تخصص مختبرات، درست 3 سنوات، تخرجت الثانية على الدفعة الحمد لله. إلى حد ما كان في نوع من الصعوبات، اللي هي الصعوبات اللي واجهتني من عدم قبولي كمعيدة وقتها بسبب الإعاقة، بس ربنا سبحانه وتعالى أعطاني عزم وإرادة أني نكمل مشوار تعليمي. كان حلم الطفولة أني أكمل ماجستير ودكتوراه، توجهت لأكاديمية جنزور وفعلا درست وكملت دراستي. سنوات الدراسة ما كانتش سهلة بالنسبة لي، كانت العراقيل والصعوبات من ناحية أن البنية التحتية والغير مهيئة تماما، لأن كان المبنى دور ثاني ودور ثالث، فكانت في صعوبة. كان الوالد يأخذ فيه مع أخواتي، كان الوالد يستضر فيا بال5 و6 ساعات لعند ما خلص المحاضرة. كانوا عندي إخواتي توأم صفاء ومروة، كانوا كل مرة تمشي معايا واحدة، يساعدوني، يجينوني، ينزلوني. بعدين الحمد لله كان عندي أصدقاء وصداقات. أنا حبيت أني نتوجه للجامعة كعضو هيئة التدريس. هنا بدت مشاكل من نوع تاني، المشاكل اللي هي عدم تقبل المجتمع لي. توجهت إلى كلية التقنية الطبية بسرمان، قدمت ملف للجنة العلمية كعضو هيئة التدريس. للأسف في الأول لما شافوا التقدير والدرجات كان مستواي الحمد لله ممتاز، بعدين لما عرف الوضع الصحي بتاعي تم رفضي، رغم أن القانون ينص على أن مسموح ب 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة، 5% من العاملين داخل أي مؤسسة تعليمية أو حكومية الأشخاص ذوي الإعاقة أنهم يمارسوا مهنة التعليم. فللأسف تم رفضي، لكن ما وقفتش عند الخطوة هذه. توجهت العديد من المراكز اللي أصحابها بارك الله فيه ما قصروش معايا، التحقت بالأكاديمية الليبية للإبداع والاستشارات التدريبية للدكتور عبد الكريم بشير، أعطيت العديد من المحاضرات، كانت عندي العديد من المشاركات في ورش العمل. طبعا أنا نعتبر عضو في مؤسسة أو منظمة طوق اليسامين للأشخاص ذوي الإعاقة، قمنا بإلقاء محاضرة داخل مستشفى سرمان برعاية منظمة طوق اليسامين. كان عنوان هذه المحاضرة التسهيلات العمرانية للأشخاص ذوي الإعاقة، تكلمنا عن المفروض اللي هي أي مؤسسة كيف تكون البنية العمرانية، المصاعد، المهبط، الدروج، المنحدرات، الزوائد الجانبية في الممرات، دورات المياه أكرمكم الله. أيضا أحب أن نوجه كلمة لكل شخص ذوي إعاقة، إن ربنا سبحانه وتعالى يمكن يأخذ من إنسان شيء ويعطيه أشياء كثيرة. يجب أن كل إنسان يعرف أن ربي سبحانه وتعالى ليش نسخره في الحياة، يعني كل إنسان عنده هدف، عنده طموح، عنده حلم يسعى أنه هو يحققه. بالنسبة لي المستشفى يعتبر يعني إلى حد ما مسهل،
وميسر للأشخاص ذوي الإعاقة. ممكن في بعض الأشياء اللي أتمنى أنهم يهتموا بها، مثلا دورات المياه تكون مخصصة أكثر للأشخاص ذوي الإعاقة، حتى الحالات اللي تجيب من برا المستشفى والحالات الإيوائية داخل المستشفى، كذلك مواقف السيارات أيضا. أحيانا نجي الصبح والسيارة متاعي ندرس في مكان اللي هي المنحدر اللي هو بيساعد على صعود السيارة، فنلقى سيارة مدرسة مكان المنحدر. فنتمنى أن كل شخص في الأماكن العامة في المستشفيات أن لما يكون في منحدر خاص بالكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة أنهم يفسحوا لهم المجال ويعطوهم الحركة. طبعا لأن اللي موجود على الكرسي غير اللي موجود يقدر يتنقل بحرية وحركة بيه. الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة محتاج إلى بيئة ميسرة، بيئة مسهلة أنها تكون المدرسة تساعد في حركة الشخص المعاق. أحيانا كنت نمشي لحالي في باص وما نعرف حد، بس ربنا سبحانه وتعالى سخر الناس الطيبة اللي هي تساعدنا وخليني إني لين نكمل مشوار حياتي نكمل دراستي. المهندسة سهام هي من الكفاءات ما شاء الله، ومن نعتبرها من العناصر الجيدة في المستشفى انضباطا وكذلك كقدرات في مجال تخصصها. هي تشتغل معنا في قسم المختبرات الطبية والتحاليل، وتعتبر من العناصر المتميزة والجيدة في الأداء وكذلك في الانضباط.